ممن يدعون أنهم مسلمون. يأتي إخوة جماعة من هنا ومن هناك كنا نحسبهم إخوة لنا وكنا إخوتنا، وضللت عددا من السنين، أقول لكم بصراحة ضللت عددا من السنين أدعو إلى التقريب بما يسمى المذاهب الإسلامية، والحقيقة ليست مذاهب. المذاهب عادة يتحدث عن الخلاف الفقهي، ولكن هذه فرق ننادي بالتقريب بين هذه الفرق المختلفة، ولم نجد استجابة لهذا. حضرت مجمعات للتقريب، أن يأكلوا أهل السنة، يريدون أن يضحكوا على أهل السنة، ضحكوا علي وعلى كثير مثلي، لأنهم يريدون التقريب بين المسلمين ويريدون الوحدة الإسلامية. دافعت والله عن من يسمى حسن نصر الله، هو ليس نصر الله، إنما ينصر الشيطان، يسمي حزبه حزب الله وهو حزب الطاغوت وحزب الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. دون حماسا أنا وقفت فترة من الفترات أدافع عنهم وقاتل من أجلهم، وقفت ضد المشايخ الكبار في السعودية أدعو لنصرة هؤلاء من يسمى حزب الله. ويبدو أن جماعة المشايخ في السعودية كانوا أنضج مني وأبصر مني، لأنهم عرفوا هؤلاء على حقيقتهم، أنهم ليسوا ناصحين للمسلمين. هم كذبة في قولهم إننا نعمل نصرة المسلمين.